قصف عنيف تعرضت له أحياء الخالدية ودير بعلبة ووادي العرب في حمص، إضافة إلى مدينة القصير في ريفها. تتعقب قوات الأمن المنشقين عن الجيش النظامي في هذه المناطق، لكن نيرانها أيضا لا تستثني المدنيين. يا الله يوفقك يا غيث. هذه المرأة قتلها قناص داخل سيارة أجرة وفق ناشطين. 22/3/2012. في المقابل لا تتوقف عمليات الجيش الحر. هنا يقول ناشطون إن منشقين هاجموا مقرا لمن يوصفون بالشبيحة. إدلب أيضا شهدت مواجهات عنيفة بين القوات النظامية والجيش الحر. تعرض السرمين وجسر الشغور وجبل الزاوية وخان شيخون لقصف وإطلاق نار وحملات دهم واعتقال أوقع قتلى وجرحى. في حماة تعرض حي الحميدية لقصف عنيف، كما تكرر قصف قلعة المضيق في ريف المدينة مع إطلاق نار في طيبة الإمام. في المقابل تظهر هذه الصور عملية للجيش الحر ضد أفراد من قوات الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتحمت قوات الأمن بلدات المسيفرة وإنخل ونوى في درعا. وفي ريف حلب كانت بلدتا الأتارب وإعزاز تحت النار، إذ سقط قتلى وجرحى نتيجة قصف مع حملة دهم رافقها إطلاق نار. الأمر ذاته حدث في قريتي عكو وكباني بريف اللاذقية. واقتحمت قوات الأمن بلدتي حمورية وكفر بطنة في ريف دمشق. دمشق التي دخلت على خط الانشقاقات عن الجيش النظامي، وهو ما قد يشير إلى وصول عمليات الجيش الحر إلى قلب العاصمة.